الحمد لله احنا سدينا تقريبا من 14/3 تقريبا ويلا حلينا اليوم، ولكن باقي يعني يلا ان شاء الله. لا دابا احنا عندنا دابا السبرديله، يعني عندنا الحوايج دابا ديال الشتاء، يعني فات دابا الوقت ديال صافي غادي نحيدوهم. دابا تبقى غير سلعه ديال الصيف. يعني الانسان دابا تمحن شي شويه حتى من ناحيه المعامله التجاريه، دابا حتى بالنسبه للمعامله دابا الناس اللي كنتقداو عندهم مثلا كتقدا عندهم بالكريدي، الشيكات او ليفيات الكمبيالات، ودابا داكشي رجع لينا، يعني رجعات الكمبيالات والشيكات وداكشي. ولكن حنا الحمد لله مستعدين ان شاء الله نخلصوا، ونتمنوا الله عز وجل اللي تيسر لنا الامور، وكنطلبوا من الدوله يعني حتى هي تعاوننا شويه، يعني تعطينا شي تعاوننا، يعني شي كريدي اللي بدون فائده المده ديالو طويله شويه، باش التاجر حتى هو يعني يتنفس والعجله تدور شويه. راه التاجر يعني تكرفس وتمحن، وما عندنا دابا لا تغطيه صحيه لا، يعني اش غنقول لك، الله المستعان وصافي. لا ضروري دابا غادي نديرو ليهم واحد المكان اللي هو معين، نديرو مواد التعقيم، وحتى الكليه اللي غادي يقيس دابا كتخليه على برا، ما يدخلش عندك المحل، ونديرو الاحتياطات اللازمه ديالنا، يعني كتخاف على نفسك وتخاف على داك الكليان وتخاف على وليداتك، هذا هو الاصل. حنا سمعنا هذا القرار بانه بيسمحوا لنا باش يحلوا مال المحلات، جينا ولكن الدنيا كاينه مغبره وكاينه السلعه اللي دومودات اللي خصها تدخل سلعه اخرى جديده، دخلت عليها مثلا السلعه ديال البرد، دخلت عليها السلعه ديال الصيف، والناس دابا مساكن محاكين، ما مهم بنادم ضرور وصافي، فهمتي؟ ماشي زمان اللي دابا كاين الناس يسدوا على السلعه في مارس ودخلت عليها نسكم وباقي عندهم لكم القبيه والجاكيطه وداك الشيء، والناس خصهم دابا خصو يجي باش يحيد ديك السلعه كلها، يديك عليها ويحيدها كلها باش يبدا ثاني يدير سلعه اخرى جديده. بطبيعه الحال التعقيم والناس الا كانوا كاع جاوا مثلا اربعه ولا خمسه غتقول لهم واحد جوج ولا ثلاثه سمحوا لنا باش غيوقفوا تسر بها ذوك الناس غيدخلوا. حنا هاد الناس وهذا الشيء واعيين به الحمد لله ان شاء الله، ماشي زعمان باش غادي حنا الحمد لله نضموا روسنا بروسنا الحمد لله، والسلطات المحليه حنا نساعدوهم ماشي زعمان باش، وهذا الشيء كيهمنا حنا وكيهم المواطن وكيهم كل شيء. الا ضرنا حنا راه غادي نضروا كلنا، وما يمكنش انا غادي ندي الولايه ديال المرض ونبغيه لواحد اخر ولا شي حاجه. هذا الشيء حنا الحمد لله شحنا كاع كنا سادين ودايرين الحجر الصحي في ديورنا على ود هذا الشيء، باش حتى حاجه ما تنتشر حتى حاجه ما توصل لبلادنا. حنا ما كرهناش هذا الشيء، ولكن هذا الشيء تفرض علينا من ما نضر ربي سبحانه وتعالى، ما عندنا ما نديرو. انت كتشوف السلعه كلشي مكرفص كلشي الغبراش شحال حيدنا، الله يصوبو صافي. حنا دابا المهم راه درنا المسائل ديالنا التعقام ديالنا مسائل، دابا ندخلوا سلعه جديده ديال الصيف، وهذه راه مشات السلعه كامله اللي كتشوف فيها مشات با الكراج بجين ولا لا. لا السلعه صافي، هادو فلوس كيتلاحوا، هادو ما يمكنش يجي عندك كليان العام الجاي وتلقى عندك نفس السلعه محطوطه نفسها، واش فهمتيني؟ ما غاديش بنادم سينو غتجري على الكليان. دابا نحيدو هادي، غادا تصولدا العام الجاي وغادي نجيبو ان شاء الله سلعه اخرى ديال الصيف نبداو بها. هذا مكان دينا احتياطات هما المسائل ديالنا، جبنا لانكول المسائل ديال التعقام كلشي في امان الله. لا انا بالنسبه لي انا بيرسونال غادي ندير واحد السين تما يدخل عندي واحد لا سهل الله نقضي معاه يخرج، ولا بغى يدخل واحد اخر الف مرحبا، واللي داخل بلا كمامه ما يدخلش عندي للمحل، واللي ودرت لي كوان ديالو باش يجي بنادم يقلب حاجه يدير ليغا ديالو فهمتيني، وداكشي يكون منظم ونقي باش حتى واحد ما يتاذى. عندنا وليداتنا وعندنا عائلات ديالنا خايفين عليهم.
كنكتب الكليان ديالي اللي كنقول لهم المحل ديال الطلياني راه غادي يجيكم بالجديد كيف العاده وكيف ما ديما السلعه ان شاء الله تلقاو الموديلات دولشي فيتا الف مرحبا بكم عندي، وهاد السلعه اللي موالف كنخدم معكم بها غادي تبقى ديما ان شاء الله، مرحبا بكم عندي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.